يعني الحظ وكمان تعبك على الادوار وتعبك وجهدك والمجهود الكبير اللي انت حطيتيه وزي المجهود اللي شفناه يعني معك نور واللي يعني تركت بصمه فيه مميزه سواء في الاختيار الاول او في الاختيار الثالث، يعني وشعرنا باختلاف الشخصيات يعني ولا كأنه شفناك قبل هيك في الاختيار الاول للامانه. فقديش انت تعاملت مع الدور بحساسيته وقديش استعديت له؟ ايش الخطوات خلينا نقول اللي خلتك تعيش هذا الدور بكل هذا الحماس وهي الجديه وهذا الاحساس الوطني العميق؟ زي ما قلنا الفكره كلها ان هي الشخصيه نفسها سواء إريني او موريس او ايا كان، هو شخصيه مصريه حصل فيها معاناه بشكل معين في فتره زمنيه معينه، فكانت المذاكره من كده، المذاكره من ان هو دكتور صيدلي. بدات المذاكره ان هو حتى وهو بيتكلم الموضوع، انا طون صوتي في الغالب بيبقى عالي كدكتور وصيدلي، لا الموضوع لازم يختلف شويه، فلازم التيمبو يبقى اقل شويه حتى في انفعاله، او حتى لما بيبدا يتخانق مع إريني او يبدا ما يبقاش بالشكل الطبيعي اللي بيعمله نور مثلا في العادي، فهي مذاكره طول على الوقت. على فكره انا هقطعه لان نور مهذب جدا في الحقيقه وشخص مهذب قوي، فما تحاولش تدي شخص هو باين عليه حتى مهذب من اكتر الناس خلقا حقيقه اللي اشتغلت معاها على فكره باين عليه في التمثيل. ربنا يخليكي يعني. انت كمان وجودك اساسا يعني اللوكيشن بتاع الأجزخانه هو برضو فكره التواصل مع الشارع. صحيح. فانت صحيح. يعني طول الوقت بتشوف الناس، بتشوف انطباعاتهم، بتشوف حال البلد، وانت كنت ناقل ده كويس الحقيقة. الحمد لله. وهي الفكرة كممثل سواء انا او غيري من الاساتذة اللي كانوا موجودين في المسلسل اللي هم مش بيعملوا شخصيات اللي هي التاريخية كانت موجودة زي استاذ ياسر جلال او استاذ صبري او استاذ خالد صاوي، احنا شخصيا من المواطنين اللي موجودين. فهي الفكرة كممثل بقى انا لازم ابدأ اذاكر بشكل مختلف عن اللي بيعمل شخصية اوريدي كانت موجودة. صحيح. فانا ببدأ اذاكرها باك هيستوري، ممكن يكون شكله عامل ازاي، ممكن يكون اصلا كان في كليه ايه، واتعرف على إريني ازاي، واتجوزوا عن قصه حب، فحتى الطريقه ما بينهم وما بين بعض بيتكلموا، وده من حسن حظ ان انا لما اشتغلت مع سمر حصل كيمياء لطيفه ما بيننا احنا الاثنين. وده بقى على ما اظن ردود الفعل في الشارع كانت عامله ازاي بعد اذاعه الحلقات الاولى؟ الحمد لله رب العالمين. الناس كانت بتقول بصوت حابب اقول لك يعني مبسوطة. انا مبسوطه قوي. الناس بتتعامل معايا على اني إريني، يعني في المسلمين ما انت هتهاجري لي، ما تخليكي على البلد حلوه. والله ما تخافي، ده يعني الارهاب الاسلام مش الارهاب، وقعدي في البلد والاقي اشخاص مسيحيين. طب انا ما كنتش اعرف انك مسيحيه، طب مش يعني مش قلت لنا ما فيش. فحقيقي مبسوطه قوي ان الناس مصدقين. وموريس هيعمل ايه؟ هتقعديه ولا حتى هم شايفينها مفتريه شويه انها والله غلبانه، بس هاي يعني هاي الشخصيه هي اللي خلقت التمرد الجميل اللي ساعد البلد وساعدها وساعد زوجها وساعد كل الناس. الحمد لله. الحمد لله يعني ردود الفعل كانت لطيفه جدا بناء على الحمد لله رب العالمين على الجهد والمذاكره اللي حصلوا من موريس وإريني وكل الاساتذه اللي كانوا موجودين، هم يظهروا للناس كل الناس قدام الكاميرا اللي حصل فعلا في الفتره دي.